قلبي هين بالحجرة حياتي معك حالة صعبة تنساني غير انساني معك انت سالات الهضرة سامحت مرة جوج عشرة وانت ما رعيتي للعشرة يحسب لي نص التالي وانا ما حاسة باللي جرى جمهور ومتابعي مواقع ام 24 كنرحبوا بكم من مدينة مونت لا جولي في الضاحية الباريزية بباريس فرنسا. هذه السهرة اللي نظمتها جمعية الصداقة الفرنسية المغربية لمتقاعدي مونت لا جولي، وكان لنا الشرف اننا نتلاقاو مجموعة من الفنانة اللي جاوا يشاركوا الفرحة ديال المغاربة بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال. من بين الفنانات اللي شاركوا في هذه السهرة واللي عرفت نجاح كبير معنا مريم الشجري. مريم مرحبا بك. الله يبارك فيك اخ رضا، شكرا بزاف على الاهتمام. اذا مريم يعني شفنا ان السهرة اليوم عرفت نجاح كبير وشاركتي فيها ويعني حتى الجمهور المغربي تفاعل معك. مريم فوقاش بديتي الغناء؟ بالنسبة للجمهور تفاعل هذا فضل من عند الله وانا فرحانة به بزاف، لان حب الناس ما تقدر يتشرى بحتى حاجة، شي كلشي من عند الله الحمد لله عليه. بالنسبة لمريم الشجري بدات الغناء من وهي صغيرة بزاف، كان الحلم ديالها من وهي طفلة تغني، كانت كتساعدني الأخ ديالي من الطفولة ديالي، كان حلم والحمد لله تحقق من خلال برنامج ستوديو دوزان للمواهب 2011، شاركت وساعدني الحظ الحمد لله وانا اللي كنمثل سنة 2011 يعني فزت باللقب عن جدارة واستحقاق. لجنة التحكيم. واش جائزة الجمهور ولا جائزة لجنة التحكيم؟ لا لجنة التحكيم الحمد لله، وأنا جد فخورة بها لأن من خلال هذيك التجربة تعلمت الكثير 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 اللي طبعا فادني في الميدان، يعني هذا الميدان صعيب وفادني فادني فيه بزاف، يعني الحمد لله أنني مريت من بروجرام مغربي لي الشرف أنني شارك فيه لأنه مغربي، مع العلم أنني شاركت في برامج ماشي في المغرب بلا ما نذكر الأسماء، ولكن ما كانش بنفس الشفافية اللي كانت في بلادي، دونك بارك عليا نكون ناجحة في بلادي وسط أهلي وحبابي، هذا بارك عليا، هذا كنز كبير. مريم يعني من سنة 2011 حتى 2017 ست سنوات مضت، شنو هي الإنتاجات ديالك خصوصا في الأغنية المغربية؟ بالنسبة لهاد السنين اللي دازو أنا ما حسيتش بهم، دازو بزربة. بالنسبة للإنتاج هو صعيب أنك تنتج بوحدك في هذا الوقت، هذا ضروري يعني تكون شركة الإنتاج اللي تكلف بيك واللي تعاونك وتساعدك، دونك أنا ما كايناش شركة الإنتاج، أي حاجة كنديرها كنديرها شخصيا كنديرها بنفسي، داكشي علاش تعطلت وما خرجتش الجديد، ولكن دابا كاينة أغنية حصريا غنقولها لك خويا رضا لأول مرة، أغنية سميتها سالات الهضرة، أغنية جميلة جدا 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 جدا، كنتمنى إن شاء الله، أنا عندي إحساس أن الجمهور غيحبها، إن شاء الله خليها مفاجأة، تقريبا غنزلها شي أيام أو أسبوع إن شاء الله وغنزلها إن شاء الله. مريم شنو يمكنك تقولينا عن الأغنية المغربية؟ كتعرف انتقادات كبيرة خصوصا مع هذا الجيل الجديد، يعني بحالكم هذا الجيل الصاعد اللي بدل يعني طريقة ديال التوزيع، الكلمات مختلفة، يعني شنو الجواب ديالك لهذوك المنتقدين اللي كيعقبوا على هاد الفنانين الجدد؟ بالنسبة للأغنية المغربية يعني أغنية جميلة جدا وكل المعايير يعني فهمتي، وأنا بالرغم أن الجديد كنجدد فيه ولكن ما كنساش البصمة المغربية كوني مغربية، وأنا كنفتخر كوني مغربية الحمد لله أنني حليت عيني ولقيت راسي مغربية، هذا فخر كبير لي، بركة بغيت حتى حاجة أخرى، يكفيني أنني مغربية بركة يعني الحمد لله. بالنسبة للأغنية المغربية أنا دائما محافظة على القواعد ديالها، مستحيل نغني شي أغنية ما فيهاش اللمسة المغربية الإيقاع الأصيل المغربي مع التجديد طبعا، فإن شاء الله الجديد ينال إعجاب الجمهور ديالي جمهور مريم الشجري، وكنعتذر لهم أنني تعطلت بزاف باش غنزل الجديد، ولكن غبت ولكن جبت شي حاجة في المستوى. إذن مريم فرصة تلاقينا بك هنا في باريس، وإن شاء الله على أمل أن نتلاقوا فيك في سهرة أخرى وفي مناسبة أخرى إن شاء الله. كلمة أخيرة للجمهور وشوفي في الكاميرا. كلمة أنني كنبغي نقول الجمهور ديالي المغربي كنبغيكم بزاف وكنبغيكم واحد الدرجة كبيرة كبيرة، ويكفيني حبكم ليا، ما بغيت حتى حاجة أخرى، ما كنطمحش لشي حوايج خياليين،
الحمد لله الحب ديالكم هذا كنز عندي بركه يعني بغيت حاجه اخرى. بالنسبه للجديد ها هو قريب تسناوه ولا مريم تعطلات فهموها راه بوحدها ما كاينش شي بروديكتور في جنبي دونك شجعوني وخليكم دائما كتقلبوا على الجديد ديالي وما تنساونيش حيت انا اللي في قلبي جهتكم كبير بزاف حب كبير دونك كنبغيكم بزاف مريم شجعوني شكرا لك مريم شكرا لك انت بزاف شكرا بزاف بزاف.